ما هو الزخم الذي يعطيه انضمام تشيلي للدعوة؟ وبرأيك كيف سيؤثر على قوة القضية؟ كل ما زاد عدد الدول التي تنضم إلى محكمة أو قضية جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، هناك أصوات أكبر وتعطي زخم أكبر، وخاصة مع استمرار الاعتداءات واستمرار الحرب والاعتداءات في غزة وفي الضفة الغربية أيضاً. ولكن قضية جنوب أفريقيا هي تخاطب ما يحدث في غزة، وتدخلت تشيلي وهذا مهم أيضا في مواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، و9، فتوجهها وفي سياق شرحها لقضيتها وبنود التدخل فيها ركزت تشيلي على مواد مهمة ألا وهي تخصص المحكمة، 2 وهي الالتزام بالعقوبة، وفي البنود 2، 3، 4، 5، و6 أيضا على التحريض على قتل الفلسطينيين من قبل مسؤولين مهمين وغيرهم في السياق العام والحكومي لقتل الفلسطينيين في غزة، والتحريض على الإبادة الجماعية. نقاط 3 لها من الأهمية، فهي تخاطب ليس فقط الطلب بمخاطبة جريمة الإبادة الجماعية في غزة، ولكن تطالب بالعقاب أيضاً.